جوانا خلص بطلع على بس العالم عم لا تشوفك. ها شكرا. العالم عم تشوفك. ها حبيبتي خلص عم هي إيه العالم طالعة لايف. يا حبيبة قلبي طالعة لايف. جوانا مطلوب بلا ولو ولو بين عندك بين 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 بنتي انتي. السلام عليكم يا سعادتي. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اليوم حبينا نحتفل معاكم بارتفاع صاحب السمو الملك دولار بن عبد العزيز. طلع صاحب السمو اليوم 5300 دولار. خمسة وستمية. ايه جمانة بتعرف بالموضوع بتعرفوا انت. هيا خلص دكت 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 لقيته شهادتك الجمانة كان ضيق نفسها بتقول لي اخ ضيق نفسي ضيق نفسي عبالي سوشي. طلبت سوشي جمانة. قديه طلبت قديه حقها؟ بلش فيي عبد الله. قديش طلبت سوشي جمانة؟ 110,000. 110,000 كم قطعة؟ كم قطعة؟ 7 قطع. 21 قطعة. 21؟ ايه وسلطتين. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم جايب لكم الطبل لنطبل لكم نتفة. طبل مين هيدا؟ ها؟ طبل مين؟ هذا طبل امير. اريد ان اتوجه الى الجمهورية اللبنانية والا لو سمحت ايتها الجمهورية استيقظي من سباتك العميق. فشعبنا يا جمهوريتنا العزيزة يعاني من الجوع والفقر وقلة الطعام وقلة المال والحرمان. نرجو من جمهوريتنا الكريمة إعادة النظر إنه نحن شعب موجودين بهذا البلد. لا نريد أن نتهجر ولا نريد أن نتأبر. نريد أن نعيش بكرامتنا في هذا البلد المصون. أين أنت يا حكوماتنا؟ أين أنتم يا وزراؤنا ويا نوابنا؟ الشعب مرمي في الطرقات. أجار المنازل لم يعد محمولا. الغلاء الفاحش في البلاد. إلى أين؟ إلى متى؟ إلى من نلجأ في هذه البلاد؟ الرجاء منكم متابعتنا فورا. الشعب اللبناني على شفير الهاوية. نناشد الدولة الكريمة تلحقنا بسرعة بالصليب الأحمر والهيئة الصحية لأنه معشفينا نتنفس. تيجيش لانه طالعين لا لسه بيشوفوا هالراب اللي عليك ولا بيقولوا انك انت من اصحاب الملايين. اعدي هنيك. يا دولتنا الكريمه نعود ونذكركم انه الخرا اكلنا. الدولار صار ب 15,000 هاليومين. خلاص عم بعطيكم اياهم دغري من الاخر يعني. عم نحكي بسيطه حبيبي بسيطه. عم بعطيك اياه لانه بعد يومين الدولار رح يصير 10,000. هلا 5 دغري صاير اصلا زهق. كان كل يوم يطلع 100 150 هلا صار عم يطلع لنا 500 500. خلص ما عادش لنا خير. بده خبطتين. الدولار عم يطلع وفاطمه زين بتحرق لنا بالاكونتات. خليكي يا فاطمه زين احرقي بالاكونتات. الدولار عم يطلع يا حبيبتي. النيس بالنيس والقطه بنفيس وانت نازله تهاجمي هالعالم. فاطمي زيون زفوهي زعبونا من البناية. اطلعوا وقفوا على الشباك قولوا بهوايا. بهوايا انت قاعدة معايا. يلا جميعا يا صبايا جميعا الرقص بضوابط شرعية. اليوم راح يكون اللايف اللايف العهري اسمه لانه ما فيش نحكي الا بنطلع بنسلم عليكم على هيك وبنجعدلنا نفسنا. بكره بنحتفل لما يوصل يوصل للعشر تالف. يا ويلي بس يوصل الدولار للعشر تالف يعني بس يوصل الدولار للعشر تالف يعني 100 دولار بتصير تساوي قد ايه؟ مليون. 100 دولار بتصير تساوي مليون؟ 1000 دولار 10 مليون؟ قولوا والله. والله. 3 صفقات. الله الله. في واحد بعد جمانة كلها دولارات. واحد بعد جمانة كلها دولارات. بيعرفوك يا جمانة ها؟ لا
زمانة أهلا وأهلا بهالعين الكحلة، وضحكت لك وردات الدار وقالت لك أهلا وسهلا، أهلا بوجودك أهلا وخلت عخدودك أهلا. ها؟ انت بيروت؟ انا في بيروت في الطيونة. ايوه لا مش بالطيونة، حرام، بدارو ضربونا لك، ضربت الجاش وثلاث ضرب ثلاث دراك. يلا ايوه هيا المطب حد مني الذي يتصل روحان، لا حياة لمن تنادي. ولك لا من بعد عم بتعيط ولا مان، لا وزرعنا ونوابني معاش حدا يجيب لي حكي بيوقف ضبانات العقل. ارقي قشط اني وتطبل وقل لهم خلاص نزلوا هالدولار ينزل ضغطكن، يا مصنصنين يا معفنين يا مدودين. دولتنا الزبالة دولتنا قوي. يلا غني للدولار. شو هنغني للدولار؟ سكر محلي. ما نغني شي للدولار يا جماعة. كيفو كنا تلاميذك لما ضاعوا هالدولارات لقيناهم بيتيزك. قل له يا سلامة قول الحق تمك قلوع ولا لا. يا سلامة قول الحق، مظاهرة لحالي على البلكونة. يا سلامي قول الحق، انت قرضت الدولارات ولا لا؟ انه نحنا تفاجئنا ونحنا عارفين. اخ يا قلبي اخ. فاطمة زي فاطمة زي مين هاللي عم تحضرني؟ ملاك نصر الله. هلا والله بملاك يا طه النبي يا حبيبتي يا ملاك. سلام قلنا علي يا ملاك. يا ربي داخلك. اليوم فيش موضوع مهم، اليوم بس في تأتأة أو ترتأة، فيش موضوع مهم يا حبيبة قلبي، فيش موضوع مهم. إذا صارت الساعة 12، لك بصر الساعة 12 كيف بيقصوا المتابعين بتنقطع الكهرباء. رياض سلامي تنقطع الكهرباء عندنا، عارفين؟ عارفين بتنقطع الكهرباء عندنا يا رياض سلامي ولا معكس خاف؟ فكر حالك وين عايش بالرياض يبا، فكر حالك بالرياض مالت عليك وعلى وجهك. ما خص رياض سلامي، جبران باسيل كان لازم يجيب لنا الكهرباء. كله معلق شرطان وسيري. كله سارق شرطان، انا عارف معي خبر قالوا لي هالكلام. غليان الكوسه، شو بس الكوسه بلبنان والباذنجان شو بيشكي والبصل كمان شو بيشكي؟ ولو يا عيب الشم على دولتنا. شعب اللبناني كنا عايشين كريمين معززين مكرمين. انا كنت سافر بزنس، رايح بزنس جاي بزنس، معقول اخر شيء بدي اطلع ايكونومي؟ ما في، انا ما في، انا ما في حبك اكثر من عيني. اوها يا رياض سلامي ما في عفو ما دام عندي مقدرة. اوها يلي عيونك على الشعب اللبناني مكبرة. اوها ريتك بتموت وما حدا بدفنك يجي. اوها شيلك لوحدي وزدتك بالمقبرة. ان شاء الله حبيبتي، بارك الله فيك. جمانة واحد قال لك جمانة واحد، هذا حسام فواز بيقول لك اعطوا صيعة صوبنا، اطلعي صوبة حسام فواز. تيرش رش رش المال بالدولار وبالريال، ما بيعرف انه لبنان مقطوع من الدولار. ايوه اذا فقد الدولار فاذكروني بان جمانة خبتهم بعيوني. لبنان يبغاله أسيد وثاني أكسيد الكربون. ملاك نصر الله عم تقولي طب تعا أرجل تعا تعبوريتا تعبوريتا. بالمناسبة بدي تذكرت شغلة، بدي أتشكر العالم لما حكيت عن الشاب اللي شو اسمه اللي كان صايبه الحريق هو ووالدته. نحن أمنا لهم قط القعدة وتأمنت قط النوم، بس ولكن بعد بدنا نأمن لهم. من أمله اليوم؟ شو؟ من أمله اليوم؟ لا ممنوع ذكر الأسماء. لا بلا أسماء. ممنوع ذكر الأسماء، ممنوع ذكر الأسماء. يا عمي خلص عرفني. جمانة.
زويات ورحب بكم. زويا بلدنا وما إلنا عنها غنى. السعودية الإحسان، نحبك واجد. هلا والله بالسعودية وأهل السعودية. يا خيب بوس إيدك استرني. فاطمة زين سكيتي، خليك أنت عم يعملوا لك بلوكيت. يا ريت بيجيك عرسان ما بيجيك بلوكيت يا فاطمة زيون. إيه دي كل شوية تبعت لي عبد الله عمل لي أكسبت بلوك. إيه خلاص، إذا واحد زرق بالكونغو بدها تقول له فاطمة زيون ليش زرقت، خدي بلوكيت. بتستاهلي ولا بتستاهلي روح. فبنتشكركم. في وحدة اسمها السيدة أحلام حكتني من جمهورية بلجيكا، بلجيكا بروكسل. أحلام إذا كنت عم تحضرين رجعي دقيلي عشان موضوع الحويل، رجعي دقيلي يا أحلام. حويل الحويل فيها مشكلة، تفضل رجعي دقيلي عشان بدي استفسر منك كذا شغلة، لأنك دقيت برايفت نمبر. فرجعي دقيلي يا أحلام بروكسل، أحلام بروكسل بلجيكا. شكرا، نورت النور نوركن، أسعدني مروركن، أهلا وسهلا بفنزاتي الكرام. قول عني ما تقول، ايه بدنا نرد على حدا حابب يهاجمنا. قول عني، يلا جميعا مع بعض بصوت عالي. قول عني ما تقول، صافي كم صعب الوصول، واللي ما يطول العناب حامضا عنه يقول، واللي ما يطول العناب حامضا عنه يقول. قول عني ما تقول. ليش خلوا موضوع حبيباتي، هذا ردي مو اكثر على اللي مقهورين موتة يا مريضة. بالمناسبة كتير عم شوف تعليقات عبد الله للسيليكون واصل للركب، ولك واصل للركب، والله واصل لطيزي، والله واصل لكعب جري. انا اي لا ما اعرفها، ما تجيبوا لي اسماء حرام، ناس تافهة. المهم يا حبيباتي، شو اسمه الفيلر واصل للركب، والله السيليكون، والله البوتوكس، والله كيفي كيفي، بعدني ماكل كنتاكي كيفي، اكل اللي ابغاه واصل للركب. بزمن الدولار بدي اعمل فيلر يا عيش، اللي عجبه عجبه، واللي ما عجبه هز بدنبه. طرطق لي شوي، طرطق لي شوي، وطرطق. الدولار صار بسعر الدينار الكويتي 5000. ايه مظبوط صح. عم بتضارب ع صاحبنا بالغنى. كمان صار في حدا بيغني. ستة وأميرة ونعرف اسمي. اهلا وسهلا بفنزاتي الاحباء، احبكم ويويلي شو بحدث عنكم وين ما اروح. فنزاتي حبيباتي، فنزاتي حبيباتي، الله يحفظكم يا فنزاتي. يلا يا نايم وحد الدايم، اي والله يلا، وهيدي دقة لفنزاتي جميعا. الله يحمي فنزاتي يا نور العين، الله يحمي فنزاتي بجاه الحسين. يا جمانة بدك تبيع الذهب؟ حدا عم يسألك ليش بدي بيعه؟ جمانة ليش بدي تبيعه؟ مني هال 15 كيلو بدي ايه بده يشتري، في حدا بده يشتري قال تبيعه؟ قال هي ما بتتعامل بالذهب، بتتعامل بالالماس. ايه حبيبتي يا جماعه بسيطه، الله كريم بسيطه الحمد لله، انا وردتي على جانب وصابني بجنب لا بسيطه. هلا بصوركم الصالون شانيل. اهلا وسهلا، شرفونا احبابنا، صح لسانك. تحية للست راشحة حويلة الجوية واهل جوية. اذا في جيران متضايقين قولولي. في وحدة فاتحة الشباك، ولا في وحدة فاتحة الشباك شفتيها؟ عادي فاتحة الشباك قالوا مستلقي على المروحة، كل هالبنية ولو بدار وركبي مكيف. ولا ان شاء الله تكون عم تحضرني، اذا عم تحضرني انت اللي فاتحة الشباك هوني كان سكر الشباك، خلاص عيب عليك. شو وين عامل حفلة؟ بالطيوني يا رقية، بالطيوني، رقية خليفي يا جمانة، عرفتيها؟ تحية لرقية خليفي الحاملة والمحمول. رقية هلا والله برقية، هلا والله رقية حامل، باركولي لرقية. حامل بالولد، حامل بالولد وبالبورت بيبي مع بعض بقلب بطنة رقية، بيساعوا اثنيناتهم، زقفي لرقية مع تحية. Thank you.
حامي ظل عنا يقول بس ايدك ما بقى تغني. باقر سليم، باقر يا باقر، هلا والله يا باقر عزيز وغالي، شكلك معك دولار رايقة معك. داستور داستور يا ويلي، ما احلى ايام لما كنت انا لايكو. انا لكم حق بدي احدثكم نتفي عن نفسي. انا شخص كنت قبل ضلني يقولوا لي هون في وحده بتطلع، هون في وحده بتضرب بالرمل، هون في وحده بتضرب بالصدف، هون في وحده بتنيم وبتبات، وهون في وحده بتشوفك وبتنيم. هون في وحده شافتني بعدها نايمه قالت لي شو الجواب. صارت ثلاث خميسات ناطر الجواب منها، بعدها فقتش. ماتت الزلمه، ماتت المره. وحياة القران مثل ما عم قلكم، داير وقاعد عم بهذا وكلهم عم بيقولوا لي نفس الشيء، عرفتوا كيف؟ فلحتى قلكم شغله، انه انا كل هول بروح لعندهم اللي بيطلعوا وبيبرجوا وبيعملوا وبيسووا، والله العظيم والله العظيم انه كلهم بيقولوا لي اياهم غلط. وانا شو بعمل؟ بقول لهم الله اكبر وشو عرفها، وبنصدم عشان البصاره او هيدي البراجه اللي عم بتطلع اللي بتنيم وبتقوم وهيك، تحس حالها انه هي شاطره. ولا وحده قالت لي شيء صح، لا والكعبه ولا وحده. في وحده قالت لي أريد منك يا عبد الله بأن ترتدي حجر الياقوت. قلت له أوكي طال عمرك. رحنا طرقنا حجر ياقوت هالقد، لبسناه بإيدنا هالقد، ثلاث أيام سيارة قلبت فينا سبع قلبات. ركبت سياخ بكلوت وشلت المبول وحطت غيرها وكعب إجري من تحت. هذه اللي قالت لي ياقوت. ولو ما تصدقوهن هاد اللي بيحكوا بلتو، ما تصدقوه. هي ليلى عبد اللطيف، ليلى عبد اللطيف شو قالت؟ احلى احلى صيفيه بلبنان، اكلنا الخرا يا ليلى، يا مجنون مش انا ليلى، ولا في نسمه هوا جميله، ولا في نسمه هوا جميله. ليلى يا ليلى، ليلى يا ليلى، عم نبيع جلب على دوار البص يا ليلى. ام عزيز زقفولي لام عزيز، يلا زقفي طويل. ام عزيز حبيبتنا وما قلنا عنك غنى، دولارات يا ام عزيز بسرعه، مباريم يا ام عزيز بسرعه، هيا جمانة هنا يا معزيز. ليرة ورا ليرة، ليرة ورا ليرة اشتاق لك. ام عزيز جهز الليرات والمباريم يا ام عزيز، الدولار صار بخمسة آلاف، جيبي لك طوقان يا معزيز، للقرض جيبي طوقان يا بنية. طلع الليرات يا معزيز، طلعيهم من المخازن والمخابئ، الى القرد الحسن، ويلا نروح ونداوي القلب المجروح، ونجاهد تلك الدولارات فيها حبيب الروح. على القرد الحسن، على القرد الحسن، على القرد، ويلا نروح القرد الحسن، محلاكي عبد الله ساكن بحداكي زواكي. والله قاعد عندهم، انا موظف رسمي بالقرض. زلالاتي سواكي، بارك الله فيكم يا القرض الحسن، تعطونا دولار الدولار الدولار. بكره هو اخر يوم بايدي اليوم، شفتوهن عبكره عاكش ونطلع فيهم على القرض. شكرا شكرا جميعا، صرت حخلف وعبد الله بضل يبارك لي. حبيبتي يا رقية، حبيبة قلبي، ألف مبروك يا رقية. شو ولو يا رقية، الله يخلص لي اياكي، بس الله ينتعك بالسلامة. والله لعمل لك موكب من السرفاند يا رقية، يا رقية لعمل لك موكب من السرفاند، ايه والله على المستشفى. حبيبة قلبي انت لازم تتعاملي مع سبع دكاترة يا رقية ليهدوكي اثناء الولادة. عبد الله انتبه بس تحكي شو عم تحكي. لا ليش عم تقول لها هكلا رقية؟ رقية ايه رقية، ليش عم تقول لها هيك؟ حبلة حبلة، تقول لها بدك تسوي معاها بيبي وبورتموني، حتخلي فيهم مع بعض.
بورت موني قال بورت بوبي شو اسمه بورت بيبي. فنزاتي حبيباتي يا نور العبد الله مبروك الاسواره الجديده اللي فيها الليرات. يا ريت تطلع شجاره من شيء شجاره مكلح هلا يطلع لنا وطو صوت كنت قسما بالله تير العصاي لحتى نزلها تحميله طيز وعامص. اي والله يا حبيبه قلبي انا على البراند كليه نطالبها. ايه مزبوط. يلا افتحوا لنا المطار بدنا الشعب اللبناني يجي من الاغتراب في ديت الجاليه اللبنانيه بالخليج. في دينا الجاليه اللبنانيه بافريقيا. فالجالية اللبنانية بدول أوروبا. الجالية شو بعد في هون في السؤال أقصى العالم خلص بجميع أنحاء العالم هجرتونا وسفرتونا الله لا يسامحكم أيها الدولة المظلومة. أسأل سؤال تفضل. كيف بده يفتح المطار محمد الحوت بعد ما الشبع عم بياخد مصاري من اللي بدهم يرجعوا؟ يري بعت له حوت يبلع ويدشي بعد الظهر إن شاء الله. يري بعت له السيح يلحقوا الميحة والغضب المتلاحق تفوت بديق ما تظهر من ديق لا عدو ولا صديق 66 برق ما يبلو لك ريق تنام بالخراب من قلية القرابة تنام بين الفيران من قلية الجيران بحق العالي بلا درج واللي شق البحر لموسى لا خرج ريتو عما يعميك لا بتحبل ولا بتجيك. شلتي لي؟ ها بشهر رمضان عم تسحر يعني؟ لا هذا اليوم كتير مبسوط فيه عم بحسسني بطاقة إيجابية لأنه لازم نعطي طاقة إيجابية للجمهور لحتى نعيش بأمان. أدعو الجمهورية اللبنانية بترشيحي أنا عبد الله شخصيا على وزير السعادة في الدولة. لازم يصير عندنا وزير السعادة بلبنان. بالإمارات في وزير سعادة بيضلوا ماشي بسيارة زاهر وعم بيزمر. تبغون كرت تشريج؟ اتمنى من جمهور دولة الامارات العربية المتحدة انه يعينوني غايث رقم 2 او يبعثوا لي غايث انا اتفاجأ. غايث شوف وجهي. غايث اتحضرني؟ إذا كنت ماشي بالطريق وشفتني يا غيث وقفني وصدمني وقفني. هلا والله باللي بتابعونا من السعودية. هلا والله بنوف. هلا والله بوضحة. هلا بالكويت وأهل الكويت. قطر وعز قطر. البحرين وشعب البحرين. عمان وشعب عمان. العراق وأهل العراق. كوم ايت تاكل سرطان يطلع بلب براسك ان شاء الله. قولوا امين. شو واحد عم بقلل ادب على اللايف. قيرت السرطان اللي اشك ويش اللي بزرك حقير. انا حقير يعني بس حدا يجاوب يعلق تعليق حقير فانا بصير حقير. فانت يا كوم شو بعرفني انت يا كوم افتريت على حالك فرح تنزل عليك الدعوات كومات كومات تموت بقلبك يا عكروت. موت بقلبك يا عكروت. تحية إلى الجمهورية العربية السورية. إلى متابعاتي من الشام. والشاغور ومستلحلو. مستلحلو يا مستلحلو حبيبي. عندي ثلاث قصورة بمستلحلو. اللي يبغاهم يجي عندي. وكندا وأهل كندي. يا حبيبة قلبي يا حبيبة قلبي. أهلا وسهلا يا لب قلبكم. اللي بيمرق من دار الزهراني رايح جاي رايح جاي حد بنك بيروت مظبوط النت فتح جوا خلص مظبوط. انا فيش بلا عندي مش انا مش ماخذ من المكنه انا ماخذ عادي انا حاطه من المكنه لا ماخذ ال 4G 5G 6G 6 يا ريت انا بالكويت ناطرين بفارغ الصبر يفتحوا المطار. تحيه الى الشيخ صباح الجابره لحمة الصباح. افتح المطارات يا شيخ. لا تفتح ان شاء الله المطار لا نفتح نحن نفتح انت. بدي سافر يا عبد الله. راشحة حويلة نناشد المملكة العربية السعودية بشفط راشحة حويلة الى منطقة الدمام. راشحة الان بلبنان. ادعي يفتحوا مطار قطر. سوزان حمزي مجيتي بتهجير. هلا ليش عرايحة له
دول الخليج جاب جاليته من غير أجور. الكويت جابت جاليتها من كل الدول، السعودية، قطر، البحرين، كلهم جابوه من غير ما يدفع مصاري، إلا نحنا بعنا كلاسيننا لنجي. تضرب أنت والنت يا عبد الله مش قوي، مش مبين عندك منيح النت يا شو اسمه؟ عادي طالع عادي صح؟ شو؟ أنا على الوي في البيت. عوي في البيت؟ إيه بس إنه أزدوي. طالع عادي أنا شو بدك عوي في البيت؟ إيه عندكم الإنترنت بكونش منيح. إيه طبرين إيه برافو، المهم إنكم زادت لي متابعة، أحسنت الله يرضى عليك. والله بيلبق لك حبيبي يا علاء او الاء، واحد من الثاني علاء وآلاء بيكتبوا بينكتبوا نفس الشيء. عبد الله لو سمحت لنا شو بعد بدها يلي احترق، كيف فينا نتواصل معك؟ رغدة جعفر، رغدة جعفر حطت رقم تليفوني على الفيديو، بعد بدها كل شيء غراض للبيت، نريد غاز، نريد براد، مايكروويف، ساب، خلاط، بيوت للثلج، بيت لقنينة المي للأوبو الأوغلورة، شو اسمها هي الأولر أو بلورة، شو اسمها هيدا؟ ديسبنسر. ديسبنسر؟ هي اسمها ديسبنسر لقالون المي. ها؟ مونوكول. اسمه مونوكول؟ المونوكول. هو هني اللي بعد بدأ، يا غراض المطبخ كلهم، معالي، شوك، صحون، سيرفيسيت، وهذا بنحط بقلبه رايد، هذا بنحط بقلبه ضيافة، هذا ثلاثة صحون. كل شيء للمطبخ يعني، وطاولة لقط القعدة، برادة، حديد عتيق. من السعودية هلا والله عزيزين وغاليين، تتصلوا على رقم تليفوني، يعني على رقم تليفوني بدو على رقم تليفوني، وأنا إذا كان هني قريب عليهم دغري بقلكم وين بتروحوا تتواصلوا، لحتى يمكن دغري إذا قريب عليهم ببيروت، لأنه هني الجماعة بتروحوا لعندهم بتعطوني اياهم انتم بالبيت، بصيروا اقرب، لانه انا بلا ما انزل من الجنوب ساعتها، عرفتوا كيف؟ اللي بده يساعد ويساهم. احلام اذا كنت عم تحضرينا من جمهورية بروكسل، اوكي احلام من بروكسل، اتصلتي عشان الحوالي يا احلام بدها تظبط، رجعت اتصلي فيه مرة ثانية، اتصلتي برايفت واولويز نمبر. سلام من بعلبك، اهلا وسهلا بعلبك وعزة بعلبك، تحية لاهل كفر تبنات. ايه يا حبيبة قلبي، والله مبسوط فيكم كتير حبيبة قلبي، الله يرضى عليكم ان شاء الله. بدي اياكم على طول شعب متفائل، على طول مبتسمين. ها ما نحن اذا هيك الوضع، والله هيك الوضع، والله هيك الوضع، نحن مبتسمين، خليكم على طول مبتسمين ومتفائلين بالخير، تفائلوا بالخير تجدوه. عبد الله رد ويا رغدي، ما عم اقول لك شو بعد بده، بده الغراض المطبخ يا رغدي. 03 رقم جوالي عم بعطيك يا رغدة، 03 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
خذوا ببيغ لا عليكم الرعب. 0304 77 22 رقم جوالي. 03 04 77 22. هي هذا رقم التليفون. عرفتي ولا ما عرفتي يا رغدة؟ سجلي عندك. نيها 03 04 77 22. تحيل الإعلامي تمام بلا بيحضرني تمام الزعلين. ما أهضمك، مشت هي كاسة متي وأرجيلي معاك وعد أسمع حكياتك. أهلين يا حنين، يلا بس يفتحوا الحدود إن شاء الله بطلع لعندك، وحياة القرآن بطلع لعندك. دادو صفا احلى تحيه لدادو صفا. ها اي والله اي والله يا حبيبه قلبي. ساجده هشام حبيبه قلبي يا ساجده، اهلا وسهلا عزيزه وغاليه. وين التحيه لفلسطين؟ ايه فلسطين. يلا علي الكوفيه علي ولولح فيها. شو بعد؟ بومي جانا ومنينا إيه. والله انا كنت بدي اطلع لايف دغري، سبحان الله اخذوا اقبال تتصل علي وحده اسمها اقبال. اقبال ما تتصلين علي الحين يا اقبال، غير مقبول اقبالا انه عم تتصلي هلا يا اقبال. هون
ويلي غلطت حطيتكم الرا من افريقيا. اهلا وسهلا. خلص واهلا بهالط. خلينا نرد على التليفون. يا مسحريني مش هلا لما جهزكم يتحلى. يا مسحريني نسكنوسك. سلامات من كندا لأحلى عبد الله. سلامات من عبد الله لأحلى كل المتابعات بكندا وعز كندا. أهلا وسهلا فيكم عزيزين وغاليين يا حبيبة قلبي. تحية من جوية. أهلا وسهلا بأوشي أوشي. أوشي أوشي من جوية. بتعرفوا أوشي أوشي؟ أوشي 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 عوشي. يا ويلي اسم عوشة. عوشة نوجه لها تحية. عطتني أنين تعود عوشة في الإمارات. عوشة تحضريني في الامارات تريديني عود لما رحت ابو ظبي. تذكرتيني يا عوشة تراني مفضوح صرت على الوسائل. يا ويلي شو موضوع حديثك الليلة علي؟ ما فيش موضوع حديث اليوم. طلعت لهيك سلم وزلقت نتفي بس لانه اليوم كتير متفائل بالخير انه حيصير الدولار ب10,000. اخ يا قلبي يلا خلص هلا بدي اعمل قهوة. وينها شو اسمه؟ حنا حنا حنينك حنا حنا نامت حنا؟ لا حنا سوي قهوة لو سمحتي. سوي قهوة حبيبي. كل الاحترام لك يا حنا. سوي قهوة. قهوة كافيه. اوكي حبيبي. صارت اخذ اكثر مني ماشي يا حواء. حنا تصبح على خير. بشوفوشكم بخير يا حبيبة قلبي. ديروا بالكم على حالكم بعمركم ما تيأسوا. بدي اياكم كلكم متفائلين. لايكوا بعد في عنا جمعة جمعتين الدولار نازل لل 1005 وخذوا توقعات مني عرفتوا لانه في وحدة نيمتها بجزر القمر وفاقت امبارح فاقت امبارح الصبح وقالت لي انه الوضع رح يزبط عندكم. ماشي يا حبيبة قلبي دير بالك تاخذ وحدة نكدية مثل بالك. لا بدي اخذ وحدة انا اللي بدي اخذ وحدة تلبس عباية وشيلة وغرتها مبينة من قدام كذي وكعب عالي واظافر وريحتها بخور وعضو عنبر كل يوم بدها تبخر من الصبح للعشيه وضلت لابسه كعب عالي 17 سم. باخذ وحده سعوديه قلتي سعوديه قطريه كويتيه اماراتيه بحرينيه عمانيه او لبنانيه مقيمه في الخليج كذلك الامر مو مشكله. المهم انه تلبس كذا الشيله تلبس الشيله كذي بس شعرها يبان ورقبتها تبين وحلق طويل وكذي وتلف الشيله كذي عرفتها وكعب عالي. اي عادي لا تلبس لا الشيلة المنديل يعني الشيلة على العباية السعودية عرفت كذي تلبيه. ايه ما شاء الله عليك الله يحفظك ويعطيك ان شاء الله يا حبيبتي. الله يفتح بلادكم بخير وعافية. عندنا اليوم ضيفتنا من المملكة العربية السعودية جالسة عندنا وعالآن هني وعم بتناشد الدولة السعودية تاخذها بس ما عم تاخذها الدولات اللي خلي لك ياها عبد الله تراها نقدة في المملكة. اهلا وسهلا فيكم شرفتوني وانستوني احبكم مرة. اصبحوني على الف خير احبكم جميعا. ديروا بالكم على حالكم وتفائلوا بالخير تجدوه. ماشي يلا بابا بابا. ام عزيز حبيبة قلبي مسك الختام. الله معاكم الله معاكم الله معاكم الله معاكم بعد والسهرة خلصت معاكم حبيبتي انتو. الله معاكم الله معاكم الله شو بكرة منتلقى بلا كورونا على دلعونا على دلعونا بي بي الوطن غربي حنونا كل يوم يوم يوم. تحية لجوزي عبد الله ابو زيد من الكاميرون من عندك يا عبد الله. هلا وسهلا ابو زيد من الكاميرون. تحية للكاميرون ولاهل الكاميرون. عندي سؤال سألي على الخاص. السلام عليكم من سوريا والعراق. هلا احلى عبودي هلا والله تصبح على خير. الخضرة ملاء الله تاخذ الجميع وما بتاخذها انا. شو بدي احبب انا